أنت ومرتك ناس مسليين الصراحة. هي بدها توقفني لحتى ما أوصل، وأنت ليك أكون واقف قدامي؟ حلو، كل شي تمام. قصدي أنت خايف مو؟ والآن كل شي تمام؟ ليك خلال دقايق بس، بوعدك إنك رح تدوق طعم الخوف. عن جد؟ اسمع، كنت بعرف إنه رح تلحقني ورح تقدر تمسكني كمان، لهيك عملت كل حساباتي وبعتت سري مع شخص تاني بالسيارة التانية. لهيك أنت هلأ عم تضيع وقتك بالمقاتلة. بدك رأيي؟ يا دوبك تركب سيارتك هلأ وتحاول توقف الموضوع. اسمعني منيح، شو ما حاولت تعمل لحتى توقف السر يلي رح يدمر عيلتك ما رح تستفاد شي بنوب، لأنه أكيد رح يوصل لعنده. عن جد أنا ذكي ومخي حقه ذهب، عملت خطة ما حدا بيقدر يوقفها، بجنن. هذا بريم. بريم؟ بريم أنت منيح؟ ألو تيجا، اسفيني. اسمعيني منيح، راشفير هون معي، بعت سره بالسيارة التانية لبيتنا. عملي اللي لازم تعمليه لحتى تخلي كل العائلة تطلع لبرا البيت. تيجا اسفيني، العائلة كلها لازم تكون برات البيت. هاي، شوفي شكله خايف كتير بلا سبب. فهمي مثل ما بتعرفي انه لو شو ما عمل عائلة راثور اكيد رح تتدمر. بريم لا. بريم، بريم رد علي. بريم، تيجا اسفيني ليكي، طلعي. شفتي شو عملت فيه؟ زوجك هلأ تحت رحمتي. انت هلأ لازم تسمعي كل شي رح أطلبه منك، وما بتعملي اللي قالك عليه زوجك وإلا رح تخسري. بتنفذي كلامي وبس. ما رح رد عليك بنوب، عم تفهم؟ ليك اسمعني شو رح قلك راشفير. ليك بترجعك اتركه يروح. عم فكر موته من كتر الضرب، بدك ياني خليه يروح؟ بريم.